من جهته كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء بالبليدة عبد القادر تهامي حيثيات الشجار الذي وقع أول أمس ببلدية مفتاح، مؤكدا أن مصالح الأمن ألقت القبض على العصابة التي قامت بهذه الاعتداءات والمتكونة من 26 شخصا، كما تمكنت من حجز أسلحة بيضاء استعملت في الاعتداءات. وكيل الجمهورية أكد في ندوة صحفية ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها وتجنب الأخبار الكاذبة والمغلوطة. إنه ورغم الظروف الحالية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد والتي أدت بالسلطات العمومية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية إلى فرض تدابير احترازية للحفاظ على أرواح الجزائريين وصحتهم، لا سيما إجراءات الحجر الصحي، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه بتاريخ 8 أفريل 2020 قامت مجموعة من الأشخاص المسبوقين قضائيا بحي 3555 مسكن سيدي حماد بلدية مفتاح بالاعتداء بالأسلحة البيضاء على مواطن سبق له أن رفض نقل أحدهم بواسطة مركبته إلى خارج اختصاص، وهذا أدى إلى إصابة هذا الأخير بعدة جروح أدت إلى بطر إصبع إحدى يديه. بعدها عمد أحد أشقاء الضحية بمعية بعض المسبوقين قضائيا إلى الانتقام لهذا الأخير، فنشب شجار بين المجموعتين أصيب فيه العديد منهم بجروح متفاوتة، وعند تدخل مصالح الأمن الوطني لدى الجميع بالفرار، فتم إلقاء القبض على 13 شخصا متورطا في هذه الأحداث. قامت سيدة وشخص آخر بإيوائهم وإخفائهم داخل شقتهم، في حين أوقف 11 شخصا آخر بأسطح العمارات وبأماكن متفرقة من الحي، من بينهم طفلين أحدهما عمره 16 سنة والآخر عمره 17 سنة على التوالي. كما ضبطت بحوزة الفاعلين وبأماكن تواجدهم مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء. بعد استكمال التحري في القضية تم تقديم الجميع أمام مصالحي بتاريخ اليوم 12 أفريل 2020 أين توبعوا بتهم تكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب جنايات وجنح، الضرب والجروح العمدي المؤدي إلى بطر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله، الضرب والجروح العمدي المتبادل بسلاح، المشاركة في مشاجرة، حمل أسلحة استعملت في تجمهر تم تفريقه بالقوة، التهديد بالقتل، إخفاء أشياء أشخاص يعلموا أنهم ارتكبوا جناية، وحيازة أسلحة من الصنف السادس بدون سبب مشروع، علاوة على مخالفة مرسوم الحجر الصحي. وأحيل المتهمون البالغون أمام السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الأربعاء، في حين أحيل الطفلين أمام السيدة قاضي الأحداث لدى نفس المحكمة.